السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم هنا من منطقة جالاس في مهرجان الإحياء فانت بوريدة، مهرجان في دورته الأولى. فمرحبا بكم هذا المهرجان، إن شاء الله نتمنى هذا المهرجان يستمر دورات أخرى. أولا ورقة تعريفية، معكم عبد الصمد عبابو، طالب موجز، طالب موجز. ألف مرحبا الناس الزائرين اللي جاوا لجالاس، وإن شاء الله بحول الله مع الأجواء الحماسية اللي كتشوفوا إن شاء الله يستمر هذا الجو هذا اللائق إن شاء الله بحول الله، وتكون إيجابية من المهرجان. وإن شاء الله الجمعية اللي دايرة المهرجان تنفتح على ما هو إيجابي إن شاء الله، شي أمور مثل المياه، تشوفوا الناس في الدواوير اللي كتعاني من العطش، تشوفوا واحد البنية تحتية اللي إحنا بحاجة إليها. فمرحبا بالجميع، وإحنا إن شاء الله معاكم وغنقربكم كل صغيرة على المهرجان. ومرحبا بجريدة مسنك معنا إن شاء الله بحول الله، نتمنى إن شاء الله هذا الخير يستمر. وكما كتشوفوا الأجواء الرائعة إن شاء الله تبرى، وإن شاء الله كما قلت لكم أن حنا الجمعية تنفتح على أمور أخرى، الأمور مثل تشوفوا دواوير كتعاني من العطش، كاين دواوير اللي خصهم يفكوا عليهم العزلة، خصنا بنية تحتية في المنطقة ديال جالاس. وإن شاء الله بحول الله في هذا الحال حنا بغينا نسخة ثانية، وإن شاء الله علاش لا يكون السربات ديال الخير من جميع أنحاء المغرب. وإن شاء الله بحول الله، وهذه المبادرة جيدة، حياة روح تبوريدة بمنطقة جبالة أو الجاية بشكل عام. وكما كتشوفوا هناك جماهير جات من جميع أنحاء الإقليم تونس، ماشي بالمنطقة ديال جالاس بالضبط. إن شاء الله بحول الله الجمعية راه ناجحة، ونتمنى إن شاء الله أنها تاخذ بادرة أخرى. إن شاء الله المهرجان إن شاء الله مرة أخرى موسم آخر يكون انفتاح على عدة مجالات، مثل مثلا يزوروا دواوير راه كتعاني من العطش، وفكوا العزلة على دواوير، والطرقات راه كاين شي طرقات مهترئة، الجامعة خاصها تشتغل وضمدور وشو الساكنة، ماشي صافي سهل المهرجان. أنا راه سهرت مع الجمعية، راه انتقلت لعدة أماكن اللي كيطلبوا الناس أنهم يعاونوهم، كيدوقوا متاجر، كيدوقوا منازل من أجل الدعم، والحمد لله تلقاو الدعم، وإن شاء الله أنهم يستمروا. إن شاء الله علاش ما يكونش دعم من الدولة إن شاء الله لهذا المهرجان باش يستمر إن شاء الله، ويكون تكتل جميع المساهمين في هذا المهرجان باش نحققوا واحد النسخة إيجابية إن شاء الله بحول الله. أولا كنشكرهم حيت قاموا بمجهود كبير وتنظيم رائع، ولولاهم لما كان هذا التنظيم وكانت هذه الأجواء الحماسية، وكنشكروهم وكنعاودو نشكروهم، وبلا بهم راه ما كانش هذا المهرجان غادي يزيد الأمام. ومرحبا بكم، وإن شاء الله نتمنوا أن هذا المهرجان يستمر دورات أخرى إن شاء الله. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسانك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masanktv.ma.